بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة القرآن والعلوم الإسلامية في مقرر محاسبة المنشآت المالية. عزيزي الدارس، سوف نتناول في هذه اللحظات اللقاء الأول في محاسبة المنشآت المالية، والتي تهدف إلى الآتي: أولا، يتم معرفة أنواع البنوك وكذلك الأقسام التي تتكون منها البنوك. ثانيا، معرفة الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء. ثالثا، معرفة العمليات التي تتم في البنوك بشكل عام. رابعا، معرفة المعالجات المحاسبية في الأقسام المختلفة. وخامسا وأخيرا، معرفة وظائف كل قسم من أقسام البنك. هذه الأهداف الأساسية لمقرر محاسبة المنشآت المالية. اللقاء الأول هو عبارة عن مدخل إلى المحاسبة في البنوك التجارية. عزيزي الدارس، بعد هذا اللقاء إن شاء الله تكون قادرا على تعريف ما هي البنوك التجارية، أيضا التمييز بين أنواع هذه البنوك، ثالثا ذكر وظائف البنوك، وأيضا تعديد أو تعدد مقومات النظام في البنوك التجارية، يعني النظام الموجود في البنوك التجارية. طبعا المدخل الأول وهو تعريف البنوك التجارية. البنك هي طبعا ليست كلمة عربية، وإنما عبارة عن كلمة إيطالية، وبالعربية يقابلها كلمة مصرف. والمصرف هو عبارة عن المكان الذي تتم فيه عملية الصرف. وقد ورد كثير من التعاريف لهذا المصرف ولهذا البنك. ففي المعجم البسيط الوسيط عرف البنك بأنه عبارة عن مصرف المال، والمصرف هو المكان، مكان الصرف، وبه سمي البنك مصرفا. كذلك الباحثين في علم المحاسبة تعددت تعريفهم عن البنك، يعني اختلفت التعريفات التي أوردها الباحثون والكتاب في موضوع البنك. فمنهم من عرف البنك بأنه تاجر النقود، وفريق آخر عرفه عبارة عن تاجر الديون، وفريق ثالث هو جمع بين التعريفين، يعني تاجر نقود وأيضا تاجر ديون. فما معنى تاجر النقود؟ يعني تاجر النقود هو عبارة عن يقبل الودائع من العملاء ويقوم بعملية استثمارها في شراء حسابات المدينين من الشركات بأقل من قيمتها حتى يتسنى له استفادة من الفرق. تمام، هذا هو عبارة عن تاجر النقود. وقد عرف البنك التجاري بشكل عام بأنه عبارة عن المؤسسة المالية التي تتلقى الأموال من الجمهور على شكل ودائع وما في حكمها، ثم عملية استخدام هذه الأموال في عمليات الخصم والائتمان وفي العمليات المالية وفي الاستثمار. وعرف بأنه أيضا مكان التقاء عرض الأموال والطلب، يعني عرض الأموال والطلب، المكان التي توجد فيه هو عبارة عن البنك. وكذلك عرف البنك التجاري بأنه منشأة مالية طبعا مصرح لها من قبل الدولة القيام بالعمل المصرفي، مهمتها قبول الودائع من العملاء ودفعها عند الطلب ومنح الائتمان والاستثمار في الأموال، بمعنى أن البنك عبارة عن وسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن الاستثمارات وبين الاستثمارات التي تسعى للحصول على التمويل. وطبعا هنا عبارة عن منشأة مالية، معناته متخصصة في المال ومصرح لها من قبل الدولة، يعني لازم أن يكون البنك والمصرف مصرح من قبل الدولة للقيام بالعمل المصرفي. المهمة الأساسية للبنوك هي عبارة عن قبول الودائع من العملاء ودفعها عند الطلب، يعني لما تقبل الودائع من العملاء تقوم بعملية استثمارها والدخول فيها في عدة مشاريع، وأيضا إرجاعها إلى أصحابها عند الطلب. يعني هنا البنك عبارة عن وسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن الاستثمار وبين الاستثمارات التي تسعى للحصول على التمويل. طبعا هذا فكرة مبسطة عن تعريف البنك. نأتي إلى أنواع البنوك. طبعا البنوك تختلف أنواعها وأشكالها إلى عدد من التصنيفات، يعني إلى عدد من المعايير، ممكن إن صح التعبير، التي يتم البناء عليها.
أولا من حيث الملكية، لو أخذنا البنوك من حيث ملكيتها تنقسم عندنا البنوك إلى ثلاث أنواع. النوع الأول وهي بنوك قطاع عام، وهذه القطاع العام هي البنوك التي تمتلكها الدولة، يعني بنسبة 100% خالصة للدولة، هذا النوع الأول. النوع الثاني بنوك القطاع الخاص، وهي بنوك مملوكة للأفراد يعني بشكل عام، يعني ولا تمتلك فيها الدولة أي نصيب. والنوع الثالث من أنواع البنوك من حيث الملكية وهي البنوك المشتركة، هي البنوك التي ملكيتها تكون مشتركة بين الدولة والأفراد، ولكن بشرط أن تكون السيطرة للدولة، يعني بنسبة 51% للدولة و49 للأفراد. هذا النوع الأول من حيث الملكية. ثانيا أنواع البنوك من حيث الدور الرقابي، صنفت إلى بنوك مركزية وبنوك غير مركزية. البنك المركزي وهي البنوك التي توجه وتراقب النشاط المصرفي في الدولة، يعني هذا البنك المركزي هو الذي يوجه النشاط المصرفي في الدولة بشكل عام. أما البنوك الغير مركزية هي البنوك التي تزاول النشاط المصرفي تحت إشراف البنك المركزي ورقابته. طبعا هذا النوع الثاني من حيث الدور الرقابي، تنقسم إلى بنوك مركزية وبنوك غير مركزية. النوع الثالث من حيث طبيعة العمل، يعني صنفت البنوك من حيث طبيعة العمل إلى عدة أنواع، منها بنوك تجارية. والبنوك التجارية هي عبارة عن منشآت مالية تقبل الودائع من العملاء وتدفعها عند الطلب أو بعد أجل معين. كما تقوم أيضا البنوك التجارية بعملية الاستثمار في هذه الأموال المتجمعة من العملاء والاستفادة من العائد وتقديم الخدمات المصرفية. هذا النوع الأول من حيث طبيعتها هي عبارة عن بنوك تجارية. النوع الآخر وهي بنوك متخصصة، هي عبارة عن المنشآت المالية التي تتخصص في قطاع معين، فهي تمول مثلا بعض القطاعات الاقتصادية، وطبعا نظير فائدة معينة متفق عليها، يعني هي تلك البنوك التي في الغالب تمنح قروض طويلة ومتوسطة الأجل. ومن أمثلة هذه البنوك البنوك الزراعية، البنوك العقارية مثلا، البنوك التجارية، البنوك العقارية، يعني بنوك متخصصة في جانب معين. ثالثا عندنا البنوك الإسلامية، هي أيضا بنوك منشآت مالية تقوم بعملية كافة العمليات التي تقوم في البنوك التجارية، يعني نفس العمليات التي تقوم في البنوك التجارية تنفذها البنوك الإسلامية. لكن الاختلاف يكمن في أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة التي تتعامل بها البنوك التجارية التقليدية، حيث من وجهة نظر الإسلام تعتبر تلك الفوائد محرمة شرعا لما لها من مضار للفرد والمجتمع. يعني الآن الفارق الأساسي بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية أن البنوك الإسلامية لا تتعامل مع الفوائد، والبنوك التجارية تتعامل مع الفوائد. لذلك الفوائد هذه تسبب أضرار بالنسبة للفرد والمجتمع، وما قصة الانهيار العالمي الاقتصادي الذي اجتاح أوروبا في عام 2008 أكبر دليل عن تعاملهم بالفائدة، حيث تم دراسة هذه المشكلة وتم الخلوص إلى نتائج. وأهم النتائج أنه نسبة الفائدة لابد أن تكون صفر، يعني نسبة التعامل مع البنوك والفوائد تكون صفر، وهذا هو الرجوع إلى مبدأ الشريعة الإسلامية، وهو أن الربا لا يمكن التعامل به. بعد ذلك نأتي إلى وظائف البنوك. نأخذ البنك التجاري والبنك المركزي، نتناول الوظائف والمهام التي يقوم بها. يعني وظائف البنك المركزي بشكل عام هي تنظيم العمل في القطاع المصرفي والنقدي، هذا بشكل عام، والبنوك بصورة خاصة. طيب يعني نأخذ المهام التي يقوم بها البنك المركزي. طبعا البنك المركزي له مهام خاصة عن غيره من البنوك، ومن هذه المهام والوظائف الخاصة بالبنك المركزي وهي إصدار العملة. يعني لا يحق لأي مصرف ولا لأي بنك آخر إصدار العملة إلا البنك المركزي، لأنه هذه وظيفة من وظائف البنك المركزي، إصدار العملة الوطنية للدولة. أيضا البنك المركزي هو عبارة عن بنك الدولة ووكيلها المالي،
يعني أي أنه يعتبر بنك الدولة ومستشارها المالي، يعني البنك المركزي هو البنك الخاص بالدولة ويقدم لها استشارات في الجانب المالي. أيضا من مهامه هو يضع الإجراءات المالية والنقدية التي تتطلبها الأوضاع الاقتصادية، يعني الأوضاع الاقتصادية في الدولة معالجاتها تتم بناء على توجيهات من البنك المركزي. كذلك هذا البنك المركزي وظائفه يحفظ حسابات الحكومة بشكل عام وتنظيم مدفوعاتها، وأيضا يصدر السندات الحكومية وإدارة الدين العام ورقابة الصرف الأجنبي والتمويل الخارجي. يعني هذا مهمة من مهام ووظائف البنك المركزي بأنه بنك الدولة ووكيلها المالي، يعني كل أموال الدولة لابد أن تكون في هذا البنك المركزي لأنه بنك الدولة. أيضا من مهام ووظائف البنك المركزي الإقراض للبنوك التجارية، يعني أي بنك محتاج إلى سيولة فمن باب أولى أن يقوم بعملية الإقراض هذا البنك المركزي، ويسمى بنك البنوك، يعني بنك البنوك هو البنك المركزي. أيضا من وظائف البنك المركزي ومهامه تدريب العاملين بالعمل المصرفي ككل، يعني يفضل أن يكون البنك المركزي هو البنك الرقابي والإشرافي على بقية البنوك، وأيضا يقوم بعملية تأهيل وتدريب العاملين بالعمل المصرفي وفقا لمتطلبات الواقع السائد في الدولة. طيب بعد أن تناولنا وظائف البنك المركزي نأتي إلى وظائف البنك التجاري. أيضا البنك التجاري له وظائف، ما الوظائف؟ معناته العمليات التي يقوم بها تقوم بها البنوك التجارية. طبعا العمليات هذه متجددة متنوعة مع التقدم الذي يحدث في المجتمع، لذلك من الصعب أن نقول هذه وظائف البنك المركزي البنك التجاري لأنها متغيرة مع الزمان والمكان. لذلك هنا نستعرض أهم الوظائف التي يقوم بها البنك التجاري. أول وظيفة أنه يقبل الودائع ودفعها عند الطلب، يعني البنك يقبل الودائع من العملاء ويدفعها عند الطلب وعند الحاجة. ثانيا إصدار بطاقات الصراف الآلي، الصراف هذه البطاقات الآلية يتم صرفها من البنوك التجارية. أيضا تقديم القروض للعملاء وخصم وتحصيل الأوراق التجارية، أيضا المتاجرة في الأوراق التجارية. أيضا من الخدمات التي يقدمها الوظائف البنك التجاري إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والقيام بالتحويلات النقدية بين العملاء وإصدار بطاقات الائتمان وشراء الديون وإصدار الشيكات وتأجير الخزائن وأيضا عمليات بيع وشراء العملات. يعني هذه أهم الوظائف التي يقوم بها البنك التجاري، وممكن هناك في وظائف أخرى أيضا يقدمها البنك التجاري، كما قلنا أن هذه الوظائف تختلف بين زمان ومكان. ننتقل الآن إلى النظام المحاسبي في البنوك التجارية. طبعا لكل بنك لابد أن يكون نظام، والنظام كما هو معروف هو يتكون من مدخلات ومعالجات ومخرجات. يعني لابد البنك أي بنك يكون له نظام، والنظام هو عبارة عن مجموعة من النماذج والسجلات والإجراءات والوسائل المستخدمة في تسجيل وتلخيص وتقرير البيانات المطلوبة بواسطة الإدارة لتحقيق الرقابة وتقديمها إلى الجهات الخارجية والتي لها مصلحة بالمشروع. يعني النظام المحاسبي يتكون في كل بنك من موارد. موارد هذه البنوك التجارية تنقسم إلى قسمين، يعني الموارد بشكل عام في البنوك تنقسم إلى قسمين. هناك موارد داخلية، يعني موارد تنشأ من داخل هذا البنك والمتمثلة في رأس المال المدفوع، أيضا الاحتياطيات المحتجزة والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، هذه عبارة عن موارد ذاتية وداخلية. وموارد هناك خارجية، يعني من خارج البنك، وهي عبارة عن القروض من البنك المركزي وأيضا ما يحصل عليها القروض من الخارج سواء كان من العملاء في صورة ودائع متعددة وما يحصل عليها من الخدمات التي يقدمها للجمهور. طيب
النظام المحاسبي في البنوك التجارية يعني لابد النظام هذا يحقق أهداف، النظام لابد أن يحقق أهداف للبنوك. من الأهداف التي يحققها النظام المحاسبي في البنوك التجارية، أولا القياس المحاسبي للموارد الاقتصادية، يقيس الموارد الاقتصادية والتغيرات التي تطرأ عليها خلال فترة معينة، وضبط عمليات البنك. يعني ما يتم عملية ضبط عمليات البنك إلا من خلال النظام الموجود في البنك. كذلك الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المالية للمستخدمين، يعني الإفصاح مهم جدا عن المعلومات المحاسبية للمستخدمين، وهذا متمثل في نهاية السنة عند إعداد التقارير المالية، سواء كانوا مستخدمين حاليين محليين داخليين وهي إدارة البنك، أو مستخدمين خارجيين سواء كانوا مساهمين أو مستثمرين بنك مركزي، عملاء سلطات حكومية جمهور بصفة عامة، وذلك للاستفادة من تلك المعلومات في اتخاذ القرار. يعني النظام تدخل فيه عملية مدخلات، المدخلات هذه العمليات تتم عملية المعالجة لها وتنزل وتخرج في شكل مخرجات، والمخرجات في النظام المحاسبي هي عبارة عن التقارير والقوائم المالية التي تفيد في عملية اتخاذ القرار. أيضا النظام المحاسبي إذا أردنا أن يكون فعال لابد أن يقوم على مقومات أساسية تتمثل في الآتي، يعني لابد يعني مقومات النظام الأساسي المحاسبي تتمثل في المستندات الداخلية والخارجية. لابد أن النظام المحاسبي في البنوك يستند أساسا في كل العمليات على المستندات الداخلية والخارجية، ما من عملية تتم إلا بوجود مستند، وهذه المستندات هنا تمثل المدخلات في النظام، ثم هذه المستندات يتم عملية إثباتها في مجموعة دفترية وتقارير مالية، وهذا كما قلنا هو المكون الثاني من مكون النظام المحاسبي، وهي عملية التشغيل ومعالجة البيانات، تمام؟ بحيث تخرج لنا في شكل تقارير وقوائم مالية، وأيضا دليل الحسابات والعنصر البشري. يعني هنا دليل الحسابات لابد أن يشمل كافة الحسابات الموجودة في البنك، والعنصر البشري لا شك أنه هو العنصر الأساسي في مقومات النظام الأساسي للبنك، فلا يمكن أن يقوم هناك بنكا من غير عنصر بشري. وكذلك الأصول بكافة أنواعها سواء كانت أصول ثابتة أو أصول متداولة. عزيزي الدارس، إلى هنا وصلنا إلى نهاية اللقاء الأول، وهو مدخل في المحاسبة في محاسبة البنوك التجارية، وتناولنا تعريف البنوك التجارية، وأيضا أخذنا أنواع البنوك بشكل عام، ومن ثم تناولنا الوظائف التي تقدمها هذه البنوك، وأيضا تناولنا المقومات الأساسية للنظام المحاسبي في البنوك بشكل عام. الآن نضع بين أيديكم هذه الأسئلة فيرجى حلها. أولا ضع علامة صح أو خطأ بين القوسين أمام ما يناسبها من الجمل. هناك نوعين أساسيين للبنوك التجارية، هل هذه العبارة صحيحة أو العبارة خاطئة؟ ثانيا توجد هناك ثلاثة مصادر للأموال في البنوك، مصادر نحن تناولنا مصادر الأموال، هل ثلاثة أو أربعة؟ عندك ثلاثة من وظائف البنك قبول الودائع ودفعها للعملاء. طيب السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس من الموارد الخارجية للبنوك، تناولنا الموارد الخارجية للبنوك، هل منها رأس المال أو الاحتياطيات أو الاقتراض من الغير؟ ثانيا توجد هناك ثلاثة أو اثنين أو خمسة مقومات للنظام المحاسبي في البنوك التجارية. عزيزي الدارس، خلاصة اللقاء الأول، تناولنا وظائف البنوك التجارية وعرفنا البنوك التجارية وأكدنا على أنواع البنوك التجارية ووضحنا الفرق بين أنواع البنوك وفقا للمعايير التي تم وضعها لتصنيف البنوك بشكل عام. إن شاء الله نلتقي في اللقاء الآخر، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.